حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا البرنامج الذي نبث فيه قضايا تهم الشارع ونستمع فيه لآرائكم عبر اتصالاتكم وعبر رسائلكم عبر برنامج الواتساب. قضية اليوم هي الاتجار بالبشر والاتجار بأرواح الناس والاتجار بالأعضاء البشرية بالنسبة إلى العراق والعراقيين. تابعونا بعد الفاصل. الناس فقراء في الدنيا لا يهم. تعبت والله تعبت يا مجد الإسلام. أنا فينا أربعة دي. رجل لا يجد قوت يومه والبنوك ملأى بمليارات الدولارات من الحقوق الشرعية ومن الأموال التي تأتي إلى مقامات الأئمة. هل من العدل والإنصاف؟ بطول بادر حكمة من تتعاني من اللي دهلي والله يعني تقبلها هسه أنا زاي من أم 500 يعني أنا عمر راح الدورون غير الدورون الشاب يشتغل بالصيانات وينزل فلاتر والله نزل فلاتر أنا متأمن ترى شو بينظفين أنا. الناس فقراء في الدنيا لا يهم. طفلة صغيرة ما عندهم باص يقطعون تذكرة للدكتور. من العدل أن واحد يقف على باب المستشفى يموت وما يلاقي من يفوته على المستشفى؟ إنسان يفتقر يقلب يمينه لا عمل، يقلب شماله لا عمل. رحمة الله تعالى هو أبعد نفسه عنها. ماي ما عندنا كل شيء ما عندنا، أجرت لي بيت من طلعت من هذا المجمع. ما قدرت لي لا أجر خارج 300 ما قدرت. لا يهم. حياكم الله مشاهدينا. واحدة من القضايا اللي تأرق الشارع العراقي ومتعبة بالنسبة إلى الناس، متعبة بالنسبة إلى الآباء بشكل خاص، خوفهم على أولادهم، خوفهم على بناتهم، نتيجة أنه أكو مافيات موجودة بالعراق. كثير من التقارير تشير إلى أن هاي المافيات أغلب مدراءها هم سياسيين أو متنفذين بالدولة. فهاي المافيات تقوم يعني شغلها شاغل هو اما خطف وبعد الخطف طلب فدية، والشغل الثاني اللي هو موضوع حلقتنا اليوم خطف وراها تبيع المخطوف الى شخص اخر او الى عصابة اخرى، شخص ممكن ان يدير شبكة دعارة ليستغل النساء والفتيات في هذه الشبكات، وعصابات ممكن أن تدير شبكة للمتاجرة بالأعضاء البشرية فيأخذون طفل صاغ سليم أو شاب صاغ سليم أو شابة ويقتلوه حتى يأخذون إما قلب أو كبد أو كلية، يعني اللي يردون يأخذون من أعضاء البشرية ويبيعوها حتى يأخذون فلوس برأس البشر العراقي. يعني هل وصل الحد بالسفالة في هؤلاء العصابات أنه بكتوا العراق وبكتوا خيرات العراق ونهبتوا النفط ونهبتوا الخيرات ونهبتوا أرضه ونهبتوا فلوسه وتاريخه وتراثه ونهبتوا كل شيء بحيث خلص عندكم كل شيء بالعراق وبلشتوا تبوقون بالبشر وتبيعون بيهم؟ أكو تقارير تشير إلى أنه توجد بعض الحالات النادرة لأشخاص فقراء نتيجة الفقر، نتيجة ماكو شغل، نتيجة أنه مدى يقدر يوفر لقمة العيش إلى أولاده. سمعنا بعض الحالات أنه أب أو أم تبيع واحد من ولدها، سمعنا وصارت. لكن قضية الاتجار بالبشر اليوم بالعراق قضية كبيرة جدا، وهي هاي القضية يقول لك انه دا تأثر على المجتمع. اولا دا ترجعنا الى القرون الوسطى والعصور الوسطى اللي هي قضية بيع والمتاجرة بالرق والعبيد، لانه من راح ينباع هذا الطفل او الطفلة او الشاب او الشابة اللي راح يشتري شو راح يعامله؟ مثل ابنه؟ مستحيل. هاي رقم واحد.
هاي بها خطورة. خطورة رقم اثنين، شبكات الدعارة اللي تصير بالعراق نتيجة الاتجار بالبشر بها تهديم للمجتمع وتهديم للسلم المجتمعي اللي العراق كان عايش به. نقطة رقم ثلاثة، قضية الاتجار بالأعضاء البشرية هي محرمة دوليا، يعني أكو متبرعين في دول العالم يكتب في وصيته بعد ما يموت يجرون فحوصات إلى أعضاء البشرية، إلى يعني أعضاء الداخلية، وإذا أكو شخص يستفاد من عضو من أعضاء مثلا القلب أو غيره أو غيره يسمح بالتبرع به، تبرع إلى مريض آخر قد من الممكن أن يحيي. شرعنت هذه القضية لأنها تبرع من شخص متوفي، لكن أنه تأخذ شخص حي تكتله تقطع أجزاء من جسده وتبيعه عند تأخذ فلوس، محرمة دوليا، محرمة شرعيا، محرمة إنسانيا، محرمة اجتماعيا، ما حد يقبلها. رقم اثنين أنه 8000 دولار على الشخص الواحد أو الطفل الواحد، الضحية يأخذ 10%، يعني تقريبا 800 دولار، والمتاجر يأخذ 7100 تقريبا. هاي إذا نطول 10%، لأنه هو يقول له أنت مباعيت بعد أنت روح صاحبك. الضحايا يعني أكو تقارير كثيرة، يقال أنه التقرير الأول للمرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر يقول أنه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضمن توثيق عدد من الحالات التي شملت تجارة أعضاء بشرية وتسول أطفال، نسيت أشير هاي القضية سنحكي بها، وتأسيس شبكات دعارة، مشيرا إلى توثيق 13 حالة متنوعة استهدفت معظمها النساء والأطفال دون 16 سنة، ونسبة 40% من تلك الجرائم بالعاصمة بغداد. ويانا اتصال أم أزهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك وأحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. بالنسبة هاي الظاهرة، هاي الظاهرة اللي اجت لنا مع سرقة الأطفال والشباب والبنات وبيع أعضائها، هاي ما كانت عندنا، احنا ما عندنا هذا الشيء، شيء جديد عندنا من 2003 ظهرت هاي الظاهرة. ليش؟ لأنه اجت لنا عصابات أشكال وألوان من إيران ومن دول أخرى، فهاي الظاهرة من 2003 إلى هذا اليوم اشتدت، وخاصة هاي الأيام هسه يعني السنتين الأخيرة زادت أكثر، قاموا يبوقون أطفال بنات ولد يبيعون أعضاها، وهذه لها أسباب كثيرة، منها أكو عاطلين من العمل وينتمون إلى جهات معينة من العصابات الموجودة، منها المتسولين اللي بالأخير لقوا أنه متسولين للأطفال والنساء وأشكال المتسولين، شافوا بالأخير هم عندهم عصابات، عندهم ناس هي تدعمهم، ناس توديهم إلى الشوارع وتجيبهم بعدين تلمهم وتجيبهم، يعني أكو من دافع لهم يدفعهم لهذا الشيء، وهذا الدافع اللي هو جاي من قبل هاي الحكومة المتمردة اللي جت لنا، العصابات اللي جت لنا من 2003 إلى هذا اليوم. يعني هم اجوا ما عمروا، اجوا خربوا اخر شيء، يعني بعد ما خربوا البلد قاموا يخربون نفوس الاطفال ويبوقوهم ويؤذون العوائل، وبعدين يطلبون منهم فلوس، اكو قسم ما عندهم فلوس يدفعوا لهم، وهسه اكو لا اللي عنده يدفع لفدية الأولاد، واللي ما عنده يأخذون أطفاله ويبيعوهم ويبيعون أجسامهم ويبيعوهم أجزاءهم. إحنا يمتى رح نقضي على هاي 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 العصابات المتمردة اللي جت لنا؟ إحنا نسأل، أنا بس سؤال واحد ورح يعني يمتى رح نقضي على هالوضع اللي إحنا بيه؟ أنا أتعجب على الناس، بعض الناس قابلين على هذا الوضع،
أنا أسأل الشباب اللي عندها ثقافات عالية واللي قاعد تأخذ شهادات، هل هي قابلة على هذا الوضع اللي إحنا بيه هسه؟ أنا أسأل الرجال اللي يحبون بلدهم واللي بالداخل وبالخارج، هل هو وهل هم يحب يعني قادرين على هالوضع اللي إحنا أسوأ سنة بعد سنة يوم بعد يوم بنصير نحو الأسوأ، والناس بتضحك علينا والعصابات بتحكمنا هي اللي مرتاحة اللي تستفيده وهي اللي تجمع أموال البلد وتسربها إلى الخارج. وأنا بس أسأل أهل العمايم ليش ما يطلعون فتوات؟ بس طلعوا للحشد فتوى للحشد فتوى حتى يحميهم هم يحمي العصابات الموجودة. ليش ما يطلعون أهل العمايم يطلعون فتوى على العصابات على هالبوغ على هالنهب على وأنا أشكرك. شكرا لك أم أزار. من كركوك عندنا جوني، حياك الله يا جوني. جوني يبدو انه اتصال قطع، ويا اتمنى يا جوني تعيد الاتصال بينا مرة الاخ. طبعا المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر مديره حسن شنون يقول انه قضيه الاتجار بالبشر اكو ثلاث شبكات. الشبكه الاولى تعمل من خلال صفحات وهميه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها من هاي المواقع من اجل الايقاع بالضحايا بعد النصب والاحتيال لانتزاع اعضائهم مقابل مبالغ ماليه. هاي الشبكات تعمل على أول طريقة، هي أنه ترغب الضحية بمبالغ مالية كبيرة حتى يستدرج إلى مستشفى خاص وترتيب أوراق مزورة لاستكمال عملية نزع الأعضاء التي يمكن التبرع بها. فهو المريض ما يدري، أو الضحية عفوا ما تدري شيء، يروح إلى المستشفى دا يجري فحوصات دا يجري تحاليل، قد يكون إذا كانت فتاة يقولها أنه مثلا يرغبها بزواج ومن هذا القبيل ويقول نروح نسوي فحص طبي بهاي المستشفى. القضية المصيرية والطامة الكبرى بهاي القضية انه دول العصابات يقدمون رشاوى الى الدكاترة والمسؤولين بوزارة الصحة من 2000 الى 4000 دولار في كل حالة. يعني انت يا الطبيب وانت يلي تشتغل بوزارة الصحة، انت من المفترض خريج احدى المؤسسات التعليمية التي تعنى بالصحة، مثلا وزارة العفو كلية الطب، كلية طب الاسنان، كلية الصيدلة، ولما انت تتخرج انت مردد قسم على كلام انه تؤدي مهمتك بطريقة انسانية وبرسالة انسانية. انت لما انت تاخذ رشوة في قضية التجار بالاعضاء البشرية وانكتل شخص أمام عينك وفاة على رجله، أنت مشارك بعملية قتلة، أنت مشارك بجريمة، شلون بدك توافق على هذا الشيء؟ أم عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك إلى قناتكم الشريفة وإلى كل عراق شريف. حياك الله أختي. الله يسلمك يا رب يحفظك أستاذ. إحنا الواقع اللي نعيشه انه هذا الوضع من 2003 الى الان هم رجعونا الى العصور السابقه السحيقه، هاي اللي كانوا يعني في زمن الجاهليه يقومون معاملة الاتجار بالبشر والراق والاستعباد وبيع الناس، يعني هذا كان موجود، هو الرق يسموه العبيد. استاذ احنا يعني نتيجه الوضع المادي والوضع الفقر اللي موجود بالعراق، انه شو سهلوا هذه العمليه؟ انه الفقراء من اهل البلد قاموا يطلعون على القنوات كلها في سبيل انه يقول لك اني نتيجه الجوع اريد ابيع ابنائي. يعني لهذا صار اكو مجال انه التجاره باعضاء البشر او التجار بالبشر. فيقومون الاتصال، اكو شبكات وهميه عن طريق التواصل الاجتماعي يقومون بعمليه استدراجهم ويسهلون الامر، او عن طريق العفو بيوت الدعاره وخاصه النساء والشابات والاطفال الصغار يستدرجوهم وياخذوهم الى مناطق، واصلا المناطق اللي موجوده هي مناطق الفقيره. يقومون بعمليه انه الاتفاق مع هذا الشخص اللي يريد يبيع عضو من اعضاء جسمه حتى يريد يرتفع من المستوى الاقتصادي، يقول له 10 مليون، بس هو ما يحصل 10 مليون، يحصل اقل، يعني كله يمكن 10%.
زين، فالاصابه صارت عندنا بالعراق خاصه هسه بالايام يعني قبل، يعني قبل 2017 يقال انه هسه شويه قلت. ليش؟ لانه اكو ضغط امريكي على الحكومه والمتنفذين، لانه اكثر التجار اللي موجودين هم اثريتهم مع الاعتدال للشرفاء. انا ما اعرف، بس اعرف انه اكو متنفذين ومتنفذين بالعراق، وحتى رئيس عمليات بغداد يقول احنا نزلنا عدد كبير. ليش انتم نزلتوا هذا الاعداد الكبيره من التجار المتاجرون باعضاء البشر؟ ليش ما اقوم بمحاسبتهم؟ ليش ما اقوم باعدامهم حتى يكونوا عبره بما نعتبر حتى مع المخدرات؟ انه حتى واحد الانسان يحس بالاستقرار او ارفع المستوى الاقتصادي للفرد. يعني الناس ماكو، يعني ماكو مجال، لا اكو تغيير، لا اكو رفع مستوى اقتصادي. تلقوا الناس في حالهم، جوع قاتلهم، تشدد موجود، عصابات للجماعات الفقيره ثم بعدين توزيعها بالمناطق للتسول. يعني هاي الظاهره اللي صارت، احنا صرنا من اكبر الدول المتاجره للتسول ومتاجره باعضاء البشر. يعني الى متى؟ وهذه يسموها التجاره الناعمه. يسموها التجاره الناعمه في العراق. نعم نعم. لهذا نتيجه الانزلات الامني كلها هاي تاثر على البشر. وأظن اشوف انه الانزلات الامني موجود الى حد الان، انه حتى واحد اذا يقوم بعمليه انه اخذ حق احد ما يقدر يستطيع، لانه يريد خاصه مثلا اذا محامي واذا محاميه يلزمون يدخلون الى مناطق ويقومون عمليه الضرب والبسط او يعني الاعتداء عليهم او يقتلوهم او يدفوهم او يذبوهم في اي منطقه اخرى. لهذا نشوف الانفلات الامني موجود في العراق، فما ممكن انه انت تحارب العفو هذه الظاهره ما دامت وجود بيوت الدعاره ومناطق الغجر خاصه اللي في والمناطق الفقيره. ما يعني ما اعتقد انه حيصير تحسن بالوضع اذا ما تكون في شغلات جاده او فرض القانون. لان عدم فرض القانون هو اللي يؤدي الى التسيب والى هاي الحاله اللي بيعيشها. شكرا شكرا لك ام عبد الله. ويانا ابو علي من لندن، حياك الله يا ابو علي. ابو علي، ابو علي ما اعرف. السلام عليكم. السلام عليكم، عبد الله من بغداد. عبد الله من بغداد، حياك الله. مرحبا اخوي افل. هلا بيك اخوي. بالنسبه للحكومه هاي مالتنا، هم جاي تاجرون بالاعضاء، هم اللي سبب اللي شجعوا على تجاره الاعضاء. لان شنو؟ مو حكومه، عصابات مجرمه اجت من خارج البلد وهي التاجر، يعني همها الفلوس. نعم. والهم الثاني تدمير العراق. يعني راح شلون واحد يقول عندي بيت هذا ما عاجبني أرده فلشة من السقف للأرض أمحي من الوجود؟ هو هذا هم الأصابات المجرمة الجاية. والتجار بالبشر صارت، حتى الناس اللي دخلت من الحدود للعراق ناس ما كلها حرامية وناس سراق ومحكومين ومجرمين. ماكو شغل بالعراق. يسوون ياخذون هالاطفال يسرقوهم يتاجرون بيهم، يبيعون اعضائهم ويبيعون شغلاتهم كلها. فهذول كلهم جايين من خارج وتساعدهم الحكومه العصابات المجرمه. والدليل على ذلك هذا اللي المعمم اللي يهرب زئبق سجنه، والنقيب ماله لحد الان ما موجود. هو النقيب يدوروا له هلا، وبايران هسه انا متاكد مو 100% 1000% بايران لو عدموه. فيا أخويا احنا ما عندنا دولة نحاسبها ولا عندنا حكومة نحاسبها، دول عصابات مجرمة. هسه الجزائر شكو واحد قديم جابوه للمحاكمة، شكو واحد أذى الناس جابوه للمحاكمة. احنا ما عندنا، هو نفسه جلاد وحاكم على هوا القانون، يعجبه مشى، ما يعجبه ما يمشي. ابن هادي العامري ما يمشي على القانون، ابن المالكي ما يمشي على القانون، بس على الفقير يمشي. أهل الميليشيات والأحزاب ذولي خط أحمر، يقول لك أهل العمايم خط أحمر، شو اسمه خط أحمر، والباقي الناس خط أسود. هذه أخي عصابات مجرمة والله. إذا ما ينتفض الشعب ويقوم ضد هاي الحكومة ويتخلص من عدها، ما يظل العراق على وجه الأرض إلا كلهم ينهونهم، اللي يقتلوه واللي يجنوه واللي يهجروه. مو من شرط من الطائفة السنية أو من الطائفة الشيعية، كل أي واحد يعارضهم
يضب مشروعهم هذا ينتهي، يا اما يسجن او يعتقل او يطرد، واربع ارهاب ومنها السوالف هاي مالتهم. العصابات هاي المجرمه ما نتامل من وراها، بس اركت الله الشعب العراقي يحس فد يوم يحس ويقول احنا انضرينا، ونشوف هاي الشعوب هاي تونس وهاي الجزائر وهذه مصر قامت بثوره والسودان، اركت الله يحسون، ولو ما يحس الشعب العراقي لان يعني كلهم نصهم ثلاث ارباعهم ميليشيات وحشد وشيوخ فلوس وهذه، فما اكو احساس وان اليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا شكرا لك اخ عبد الله. ابو علي من لندن رجع ويانا، حياك الله يا ابو علي. هذه التحيه لك اخي افل والى قناه الحره، حياك الله بالحق. حياك الله اخوي. اخ افل، يعني مين يريد يجي على هذا الوطن؟ يعني هل ست التقارير الدوليه تقول العراق أسوأ بلد بالعالم؟ نعم يا اخي، يعني الشعب اللي ما يحرك الجوع ما يحرك المرض، زين بلد انترس كل عشوائيات اخ افل، مفروض عشوائيات البلد، في كل منطقة بها عصابة يحكمها واحد معمم، أخي سرقات تجارة مخدرات يا أفل، يعني يعني 16 سنة يا أفل، متى الشعب ينهض؟ متى الشعب ينهض ويوحد كلمته من الشمال للجنوب؟ المكافي يا سال أفل، يعني المكافي يا أفل، يعني يجي تافه من الشارع يلبس قاطر رباط يصير مسؤول؟ زين هاي السرقات اللي قدام العين 16 سنه يسرقون بيهم، منو حاسبهم اخ افل؟ منو حاسبهم؟ زين هاي واحده. اثنين اخ افل، اكو دوله ما تدعي السياده والاحترام تحكم عصابات؟ نعم. كل دوله لها جيش واحد وعلم واحد تحتفل به سنويا اخ افل. نعم. شو احنا عندنا عصابات؟ عندنا سلاح اكثر من اقوى من الدوله. إيه شو قلت هذا العراق صار هيك؟ زين يا شيوخ العشائر، سامع شيوخ كله صار الدمج اخ افل، شيخ يبيع ناموسه وبيع مضيفه وبيع قيمته وهيبته بسياره بيك اب، يقول نوصل وين راح يوصل البلد هذا وين؟ زين مصيبه افل. بالفيديو شباب ينحرفون مثليين، يعني الله اكبر يا العراق، شو اللي بيصير بهالبلد هذا اخ افل؟ ايش وقت يهتمون؟ ايش وقت يتحتون ضد الوطن ضد هؤلاء العملاء؟ ليش بس عرفت ليش؟ يموت لنا تاجر عربي يا سال افل، نسينا هذا التاريخ؟ مو هو هذا تاريخ العراق؟ نعم. يا اهله هم باعوه، اهله باعوه اخ افل، اهله باعوه، الوطن غالي سال افل، موت لنا هيبه، كنا نطلع بالدول هيبه، انا عمري 70 سنه يا سال افل يا اخي، كان العراق كله ان شاء الله. منو رخص الوطن غير اهله؟ الرعاع هذول السذج الجبناء، ناس عايشين على الثارات والخرافات قبل 44 سنة، إلى متى؟ نعم وين بنقم الوطن السالفة غير أهله؟ مكافي يلعبون بيكم، وين ماكو واحد تافه ومزور هو يقول أنا حرامي، ده يقول أنا حرامي السالفة. نعم يقول من ده يتاجر بالمخدرات؟ إذا ما صدر ماكو مخدرات السالفة، أكو عصابات بالمناطق. نعم. شو بدك تنتخي الشعب للوطن؟ ماذا عرفتهم؟ يلمن يسهون؟ هيك بلد رخيص وشعب رخيص؟ حاشا الشرفاء الموجودين اللي لا فوت لهم يا اخ افل. نعم. ما بيغيره ما بيغيره الوطن وينكر خير العراق عليه، علي ايش يعيش؟ هذا اسوأ من الحيوان حشاك. تعال شوف كلاب هندل يمي، حشاك انت كلاب بالشارع فيها حقوق وحريه. نعم. اكثر من المواطن بالعراق. يعني معقول العراقي ما يشوفون الفيديوهات، ما يشوفون الوضع اللي يصير يعيشون به؟ ايش وقت تهتزون؟ ايش وقت تتعدون؟ من تخافون؟ هم جماعتكم والشيعة اللي يحموهم، من اللي يحمي هؤلاء السراق والحرامية؟ هم اللي يقولون احنا عملاء ايران، هم يقولون اخ افل احنا مع ايران. اذا العراق منو اليه؟ منو اليه العراق؟ منو اليه؟ شعبنا ان شاء الله. صحيح ابو فو. والله الالم الوطني يوجع استاذ افل، الالم الوطني يوجع. نعم. بس ناس غيره يعني موسو غيره. نعم ابو علي من لندن، شكرا كثيرا لك. ابو فيصل من السعوديه ويانا، حياك الله يا ابو فيصل. ابقال شلوه، كيف حالك استاذ؟ هلا بيك، تحيه لك وتحيه قناه الرازين، تحيه كادر الرام، تحيه للاخوان العزيزين ومتصلين، حياك الله اخوي. بالنسبه لما يجري، الله يحفظك، بالنسبه لما يجري بالعراق، هو العراق ليس له سياده، يعني هي عصابات مثل هذا
البارح حق زعيم الميليشيا الصغير هذا القذر، وهو يتكلم يتجاوز على دولة البحرين، والعراقيين يخطفون من بيوتهم لا يعرفون حتى أين يذهبون ميليشيات إيران. سبب العراق أستاذ هو الاحتلال الإيراني المجرم. من بالله يا أستاذ أذكر في 79 كان الدينار العراقي يعادل 4 دولارات، وآتوا بهذا الخنزير الخميني وأذناب وهذول الأنذال بالعراق مثل الصدر ومثل هذا اللحظي، وهم حجمهم صغير لكن نطالب من ودمر اقتصاد العراق من وراء الخميني الذي ولا الشعب العراقي شعب شريف بكل أطياف وأهل كرم وأهل غيرة. لكن هذا أتوا بهذا الأحذية مثل الصدر هذا المعال والخزعلي والعامري النذل، فإن شاء الله الشعب العراقي سوف ينتصر وسوف إن شاء الله يحاكمهم كل المجرمين. وتحية لك وتحية كل عراقي شريف. شكرا 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 لك. قبل ما نأخذ فاصل، الشبكة الثانية تشتغل بعراق قضية التجار بشر، تعمل عن طريق عمل ميداني، وهو أنه تستدرج وتهم الضحايا بأنهم يعني يشتغلون في منظمات إنسانية، وهم دا يسوون مساعدات إلى نازحين، إلى محتاجين، إلى مرضى، إلى فقراء، إلى كثير من النواحي، وأغلب هؤلاء يسفرون الضحايا إلى سوريا لأن هناك هماكو قانون وهماكو دولة، فيسهل عليهم أنه يقومون بأي شيء ويسوون أي شيء يردوه بدون محاسبة من أحد، ويأخذون أعضاء البشرية. أما الشبكة الثالثة فهي تعمل في ضمن التسول، نحكي عليها إن شاء الله بعد الفاصل، فاصل قصير ونرجع لكم. حياك الله. لأن الأحداث تصنعها الشعوب المكافحة، تنقلها القنوات الرائدة. لأن فلسطين تعيش في قلوب الأحرار، لابد أن نعيش فيها ومعها. لأنها تستحق أكثر من مجرد تغطية إخبارية، أعمق من نقاش وتحليل، وأبعد مما وراء الأحداث. نحن عينك على فلسطين. برنامج من فلسطين على قناة الرافدين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم صوتكم عبر شاشة قناة الرافدين. قبل ما أخذ أي اتصال، ويانا اتصال أتصور من أستراليا. أخ محمد بس اسمح لي، تعبالكم بالعراق ماكو قانون لمكافحة التجار بالبشر؟ لا، أكو قانون، أكو قانون رقم 28 لعام 2012، هذا قانون أقر مجلس النواب العراقي اللي يدعي أنه السلطة التشريعية العليا في العراق، اللي يدعي بأنه يدافع عن السيادة العراقية، اللي يدعي أنه يدافع عن العراق، كثير من الادعاءات التي يقوم بها أعضاء مجلس النواب من 2003 أو من 2005 إلى يومنا هذا. القانون يقول أن الاتجار بالبشر هو كل عمل يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة وإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع أو الاستغلال في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية. كل هاي المسميات هذا القانون خلاها تحت بند الاتجار بالبشر، وهي محرمة حسب الدستور العراقي اللي ذولا يدافعون عنه. ويانا من السرالي أخ محمد، حياك الله يا محمد. السلام عليكم أخ أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا نشكرك على البرنامج هذا الضروري والملح بهاي اللحظات يعيش الشعب العراقي. نعم. بس السؤال هاي الظاهرة الخطيرة من يقف وراءها؟ وين القانون؟ حالات الانتحار الدصير هاي. نعم. الأطفال المتسولة والمتشردة، والمصيبة بأغنى بلد بالعالم
طيب الربيع العربي اللي يصير بهاي الدول اللي يوقف الفساد والمفسدين والدكتاتوريات، ليش بده يصير بالعراق ويقضون على الفساد والحرامية؟ هذا سؤالي أنا. وإلى متى؟ إلى متى يظل هذا السكوت المطبق؟ وين حقوق الإنسان؟ وين الأمم المتحدة؟ شباب الحلوة هاي العراقيين دي روحا من فوق على الشط ويقتل روحه على شنو؟ وصل حالة يأس وإحباط بحياته ويقدم على هالشغلة. نعم. بس سؤالي إلى متى يظل هذا الوضع؟ نعم. إي. نعم إن شاء الله. هذا كل شيء أخوي، وما أقدر أني أعبر أكثر بعد لأن مصدوم حقيقة. الاتجار بالبشر موضوع خطير هذا. طبعًا طبعًا. هذا موضوع دخيل على العراق وشعب العراق والكرم والطيب. المعروف به وشنو مخدرات العراق ريحة مخدرات مثلا كل شيء والله يا أخ محمد كل شيء بالعراق بعد عام 2003 هو دخيل من مخدرات من التجار بالبشر من سرقات من فساد من 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 كثير من الأمور نعم نعم وما واحد ما يعرف شيء عبر يا أخوي أسد نعم. والله نعم. يعني إحنا بنشوف يوميا هاي القناة الرائدة القناة الروعة هاي والله بده تخلي واحد يعبر عن ما بداخله وده يشوف الشعب العراقي ده ينهار يوم على يوم نعم. يركضون ورا شغلات حشات ما أعرف في سبيل شنو يعني في سبيل شنو والله الفساد والحيتان الكبار ملتهين بالخمط والسرقات والبوب الشعب العراقي ده يدفع الثمن نعم صحيح ومافيات وعصابات بدون رادع بدون شكرا نقول الله 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 منتقم جبار ان شاء الله واشكرك من كل قلبي نعم شكرا شكرا لك اخ محمد سعد من ميسان حياك الله يا سعد الله يخليك انا اشكرك على هذا البرنامج هلا بيك والله هو هذا الموضوع يا هذا الموضوع يعلمنا كعراقيين انا بس اريد اسال انه وزاره الداخليه شنو شغلها هاي الاجهزه المتفرعه اللي هي التابع لاستقرار البلد مال واحد بمحصله نتيجه 16 سنه انه يتاجرون بالبشر يعني هاي الدوله هو اكيد مو دوله مجرد ناس ما فيها عصابات يتاجرون بالبشر يعني وصلت المحنه للعراقيين انه واحد يبيع الاخر لمزاجهم الخاص ويتاجرون بها من 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 محافظه الى محافظه ومن دوله الى دوله ثانيا كل هاي المؤهلات اللي هو انهيار الوضع الاقتصادي بالبلد يعني العاطلين عن العمل اللي هم هسه بحاجه الى قوت يومي بالتاكيد من ينحرج يروح يفكر باتجاه اخر من اجل ان يعيش قوته اليومي فانا اريد اسال كعراقي انه ماكو قانون رادع لتجاره البشر لمعالجه العاطلين عن العمل ثانيا اكو مشكله في المخدرات يا سيدي no. على قدم وساق يعني في كل المحافظات الآن يعني بدلاً من بغداد وانتهي بالمحافظات الجنوبية ورسطة يتناولون هذه المخدرات يعني مسوي لهم استبل جلك الله مال الخيل وبي 50-60 والناس تباوع عليهم يتناولون المخدرات بشكل طبيعي كأنما الدولة صادرة قرار بأنه من حق المواطن العراقي أن يمارس ما يعجبه من قباحة يا سيد العزيز يا سيد العزيز أنا هاي التشكيلات العسكرية اللي على رأسها وزارة الداخلية أريد نفهم نسأل سؤال ما عدها قانون رادع لهذه الأوضاع السيدة شوف العراق وين وصل وين التجار لا والله أخ سعد أنا هسه قرأت قانون مكافحة التجار بالبشر أكو قوانين بس منو اللي نفذ إذا هم الميليشيات يديرون هاي الشبكات يا سيد العزيز هذا بلدنا شعبنا الإنسان أن ينمو باتجاه الصحيح يا أخي العزيز والله العظيم المعامل المعطلة الخدمات رديئة الاقتصاد منهار الميليشيات تتبحثر ببلدنا يعني صور واحد ما يمتلك بيت الآن عنده عمارات وشقق وفلل بالخارج هاي من اجت هاي يعني من العمالة يعني من لا. الاشتداء على واللصوص على الآخرين هاي مشكلة يا سيد العزيز
احنا نريد قانون الدوله تفعل قانون اذا صادقه مع شعبها، بس هي هاي مو حكومه عراقيه. صدقا يا سيدي العزيز، الحكومه العراقيه تحرص على ابناء جلبتها، تتعلم. شوف طفل يتسول بالشارع، هاي ترفيك لايتات المنقطعات بالشوارع المناطق الرئيسيه، الان يشوف اطفال يجد يا اخي يركضون ورا السيارات كابلة ماسحه، اطفال تعتم تعداد كامل للمدارس للروضه، هو يسكع بالشوارع. لا عاد هي من قليل جت الاميه يا اخ سعد. نعم، من قليل جت الاميه بالعراق. الأمية الآن بدأت تستفحل يا سيدي. نعم. الأمية كانت قبل 2003 أكو اجتهاد بهذا الموضوع، أكو مشاريع لمعالجة الأمية. لا 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 أخ سعد من رخصك، العراق قضى على الأمية في السبعينيات. إي 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 أستاذي، هسه استفحلت. إي هسه استفحلت. إي من أنا أقول لك من 2003 واليوم الآن. نعم. تستفحل الأمية، مو قاعد نشوف الأطفال بالشوارع نايمة. شو بعد وين ماكو اميه؟ الان الاطفال قاعد يسكعون بالشوارع، يركضون ورا السيارات، يخسرون سيارات بالجراجات، الاف من الاطفال يا سيدي العزيز. احنا شو نريد؟ نريد وزاره العمل علينا تتابع هذا وين وزاره العمل عن هذا الموضوع؟ وزاره العمل وين حقوق الانسان؟ لائحه حقوق الانسان وين؟ الامم المتحده وين عن هاي الاطفال؟ مو هذول جيل مستقبل، شو يطلع الجيل المستقبل؟ لا يقرا ولا يكتب ويتناول مخدرات. طيب خوش عراق، والله عراق الجديد، شلون عراق جديد؟ نعم شكرا لك اخ سعد. عندنا جوني من كركوك رجع ويانا، حياك الله يا جوني. الله يسعدك استاذ، شلون صحتك؟ هلا بيك اخوي. الله يخليك، تسلم يا ورده حبيبي. والله بنحكي عن الوضع العراق، يعني بالنسبه لوضع العراق انتهى، يعني بعد ما بي يعني ما تقدر تحكي بعد، تفتح موضوع تقول يعني يقول لك ياما حكينا ياما بكينا ما حد سال علينا. نعم. فهمني شلون؟ فيعني هذا الوضع العراق انتهى، انت لا تلوم الحكومه اللي جاي تحكم، هذول كل من ياخذ ويقلب. يعني شوف احنا كنا نتمنى نقول يا الله شو وقت تجي المعارضه العراقيه تحكم العراق حتى نخلص نرتاح، يعني حروب هم كانوا قاعدين برا، كانوا مثلا يقولوا انت عراقي، يقول الله اتمنى تجيب لي شويه تراب، احسن تراب مال العراق. زين من الجوي ما حد قام يسق هذا يبوك. فأكو فرق بين العصابة والسفاحين، هذول كلهم يسمون السفاحين. السفاح هو كائن ليس له رحمة، ليس له قلب، ليس له ضمير، ليس له وجدان. العصابة مرات تبوك هم تحن تقول لك كافي يلا لهنا وكافي ننطي شوية، بس السفاح قلت لك كائن يعني نزل من غير كوكب، ما عنده قلب ما عنده رحمة. بوقتها حصار كنا نشتغل جيوبنا متروسة فلوس نشتغل خير من الله. هسه يعني ماكو لا شغل لا عمل لا 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 لا. زين شو وقت هاي كلمة لا تروح من البلد؟ لا لا يعني بشرفك هسه الزم اي شاب قل له افتح جزدانك شوف تلقي نص ربع جيبه، الف دينار اكو بجيبه، الف دينار اللي هو 50 سنت. زين انا اخوتي كلهم برا، كلهم اخوتي بالخارج. زين كانوا يتقولون يدزون 100 دولار، 100 دولار كنا ناكل نشرب، قلنا ما يخالف. شوف الوضع حصار يعني ناكل 100 دولار شهر، عايش ب 100 دولار. هسه 100 دولار اللي هي تجيبها للعراق، هسه كل بيت عراقي ما عايشه. زين اوكي نص ربع انطوا للشعب، نص ربع شوف شو يصير. 6 شهور قيس، انت قيس شوف انطي للشعب. هسه انت واحد من الناس، انت برا عايش، لو انت برا، لو هنا انت هسه انت موجود هنا بالعراق، شوف المشكله شنو؟ مشكله الماده. هسه مشكله العراق شنو؟ مشكله فلوس بس. زين انت ده تاكل ده تشرب كل شيء ما ده تسوي، قتل موجود، ذبح موجود، تهجير، سجن، يعني الى متى؟ يعني شلون ده تنام على المخده؟ شلون ده تنامون على المخده؟ بس قل لي شلون ده تنامون؟ اي هاي 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 تقتل يعني اخ سعد، انه شلون افاق جوني؟ انت لبسه ايه حبيبي، بس شوف لبسه انت، حزامه عندي اصدقاء، انا شنو تاجر مال ملابس، حزام اللي هي 150 دولار بس حزامه 50، جواريبه 10 دولارات، زين قاط ماله 1000 دولار، يعني لبسه اذا تنفضه مليونين دينار بس لبسه، مليونين دينار بس لبسه. نعم. زين ليش؟
يعني باكر اكو الله الله يعني لو تملك كنوس الدنيا باكر شو تقول الله؟ نعم ولا شكرا ماكو كلمه ما شكرا عارف. شكرا لك اخ جوني. ام ساره من الرمادي حياك الله يا ام ساره. ترصوفه بظلوفه واحنا الواقعين بيها. هلا خيتي تفضلي ام ساره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا بعاني من اهل الرمادي. هلا بيك. ما عندنا حكومه احنا يا بعاني، ماكو حكومه. نعم. كل من لون نفسه متلهين بالباب وبلاتشيل وبالسمك وبالطليان، محافظه مستحيل احد يقدر يطبيها فقير ويشوفون معاناته ابدا. يومها بس عزايم وعلى العريف على الواسطات، تعال اشوفهم خلي المحافظه شي يجي تقول لي هاي كذب لو صحيح. البيوت بعدها تراب والله ما انطم بس لهم، وهم هسه ترى مو عايشين هنا لا ظناهم ولا نساويهم، يجون بالطياره ويروحون بالطياره، ترى احلى الفقره الواقعه بيها. نعم والله العظيم لا هاي ماسك هذول التعويضات ياخذون الفروقات وياخذون مدى 30 ورقه و50 ورقه والله تاعود خاف يجي كرات يا بعد تاخذوها كلها عليش. يعني وين المحافظ؟ وين نائب المحافظ؟ وين الوزير؟ وين رئيس الجمهوريه؟ متلهين بالباق؟ بس اريدهم ياخذونهم شيء واحد للفقراء بخير، الكذابين الحراميه اللي الله جابهم علينا مصيبه. نعم. اها والله العظيم اتحداهم اتحداهم ينفذون شي الفقير، هذا المحافظ الدبل تواصل الى يوم خشته، ما عمرنا بقالك تعال انت ويا الفقراء كل اسبوع مقابله تشوف شنو معاناه العالم هاي الفقراء، انا بنت واحده من الناس بنتي شهيده واخويا مخطوف على الرزازه، والله العظيم ذايح لاربع جهال ويا تراب وسوت معامله مرته ولا تعيل ولا كل شيء، سوت معامله مرته ذبتها بالقيمه خمير يدور عليها ورق. هذا عمل هذا ما الله يعذبهم. ايش قد يردون عليها؟ الله يفقعهم. والله يريدون عليها فلوس. نعم. والله وانا اذا كذا بتحداهم، اتحدى يجي الحلبوسي او المحافظ، اذا انا اكذب يعدموني. نعم. انا بنتي شهيده، بنتي شهيده اي من دار الامريكان والله العظيم يا وليدي، لحد الان ما استلمت عليها لو نتفه، تعال ينطينا فلوس. تروح على المدير يقولون المدير يريد فلوس، ابو بغداد المدير يريد فلوس، هاي شو طلعت عمي؟ الله يعينك. يصير؟ لا والله والله ما حكيت لك لا بعد بعد سوالف النار شيء مصايب بي، خلي يجون تشوفهم بعيونهم وبديهم، اقضبها مني اقول لك تعال شوف هذا كذب لو صحيح. ما شاء الله من راح قدام ما شاء الله ما شاء الله على العراق. شوفه بخير ونعيم، جابت العرب تدوت بجفت مال المساكين المدارين. احنا ما لنا لازم ترى، احنا فقراء على قد حالنا، ونرضى بالفقر ونرضى بالخبز والشاي، بس هم تعلموا على الورق وعلى الدفاتر وعلى المليارات. نعم. والله العظيم انا هسه اتمنى تدزون علي اشوف احكي لكم اكو انا مهم عيوني ما اشوف، ولا صورتكم دحجم شوفوا من هاي العمايل مالتهم. كلها كاشفها والله. نعم شكرا شكرا لك ام ساره. صرخت امراه ملشوع قلبها، ملشوع قلبها ببنتها وباخوها وببيتها وبمنطقتها وبحالها الله يعينك يا ام ساره. ابو طه من فنلندا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك حبيب قلبي؟ بخير الحمد لله، انت شلونك؟ والله تمام الحمد لله. حبيب قلبي على موضوع الحلقه اليوم ايه على هالحكومه الفاشله الحراميه. نعم. قتل ذولا مجرمين، مو حكومه ذولا عصابه مجرمه. نعم. مافيات. نعم. الشعب العراقي قاعد منتظر تصليحات اصلاحات من هالحكومه العصابات. فلا تامل اصلاحات من هالحكومه، هالحكومه الله سخم العراق واهل العراق وجابهم عليهم، حظ ما عنده العراق. لو عنده حظ ما جاب ذولا الهتليه الحراميه. نعم. فعلى المواطنين انهم المواطنين العراقيين اللي موجودين في البلد يطلعون يتظاهرون ما يحصلون شيء. شو يسوون ما يحصلون شيء الا انهم
بالانتخابات حتى اذا ما ينتخبونهم نفس الحاله. فحاليا ايران ها اقول لكم متابعين لايران، وايران هي اللي تعزر وجلب بالعراق، والعراق ولايه من ولايات الفقيه، ويدافعون لايران اكثر ما يدافعون للعراق. هذول المجرمين. نعم. شكرا شكرا لك ابو طه. قبل ما نختم اقرا رسائل الواتساب اللي وصلتنا. يقول اخي افل اني من سكنه بغداد، صار فتره شهرين طلاب وطالبات المدارس كافه المراحل من الابتدائيه للاعداديه يطلعون الساعه 9:30 الصبح بحيث دوام صار ساعه، انقذونا، لا تعليم لا صحه لا كهرباء لا شغل لا حصه تموينيه، انقذونا من قبضه مجوس يا عرب. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، القتل والخطف وسرقة الأعضاء والحشيش والمخدرات سببها المرجعيات والأحزاب والحكومات الفاشلة الفاسدة، لأن لا يوجد قضاء عادل ولا قانون. للعلم جميع عوائل المسؤولين في الدولة خارج العراق يعيشون بالأمام مع الأسف ما يجري في العراق من 2003 وحتى الآن. مع تحياتي واحترامي أبو عمار من السويد. حياك الله يا أبو عمار. أخوكم أبو حازم من الأحواز يقول نرفض الحشد الطائفي. حياك الله يا أبو حازم وحيا الله الأحوازيين العرب. رسالة يقول لا عجب على كل الظواهر المريبة اللي تفتك بالمجتمع العراقي، خصوصا الشباب والأولاد والأطفال، جل ذنبهم أنهم عراقيين مبتلون بحكومات احتلال تخلت عن كل مبادئ الإنسانية والضمير الإنساني. أهم شيء يتحقق في ظل هذه الحكومات المتعاقبة هو بروز مافيات فساد وسراق محترفين، وأوصلوا العراق وشعبه إلى ما وصل إليه. والطامة الكبرى هو صمت المراجع الدينية المريب والراضي كالفعل، ولا ذنب بعد كفر، وكل العالم العربي صار بيه ربيع على الدكتاتوريات، ليش ماكو ربيع عراقي على روس الفاسدين الحرامية. أخوكم محمد الربيعي من سيدني. رسالة أخرى يقول أبو حاتم من الموصل، أستاذ تحية طيبة لك والكادر القناة والمشاهدين. الخدمات معدومة بالعراق، كل الخدمات بدون استثناء. العراق يحتاج إلى رجل واحد يقود البلد، إلى بر الأمان، فصل الدين عن الدولة، يرتاح العراق من العمايم. والله من المعيب تقولون حكومة لصوص حرامية قطاع طرق، عدم الشعور بالمسؤولية، مدربين أحسن تدريب للانتقام من الشعب. والله غدا لناظره قريب والنصر حليف الشعب. والسلام عليكم. عليكم السلام أخوي أبو حاتم. قاسم من فلسطين يقول بلداننا صارت مرتع للعصابات الدولية الإجرامية لتجارة الأعضاء والمخدرات والدعارة، والقوانين تطبق فقط على من خرج عن سطوة هذه العصابات، ولن تنتهي هذه الجرائم حتى تقطع أيديهم وأيادي أسيادهم من الشواذ واللقطاء وأولاد الحرام. كل الذي يجري في العراق معد مسبقا ومخططا من قبل هؤلاء الذين أتت بهم أمريكا الملعونة. من الإمارات يقول تحية لك أخي أفل، تحية لصوت حق الرافدين. المافيات التي يديرها السياسيون في البلد مسخرون لكل أنواع السرقات والخطف والابتزاز والمتاجرة بالبشر وحتى الأعضاء. غير ذلك كل كثير من أزمات القتل والتشريد النزوح السجون التعذيب المخدرات الأسلحة والنزاعات العشائرية وخلق الطائفية وتمزيق وحدة العراق مشاكل جاءت مع احتلال من 16 سنة. وآخر رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله أخي الكريم، أني العفو أخي الكريم شعلان الكريم وأخيه علي الكريم يرفضان عودة نازحين من صلاح الدين لمناطقهم، وذهبنا إلى طهران بتمزيق محافظة صلاح الدين. يعني أتوقع أنه شعلان الكريم هذا قال هذا الكلام. سعد من ميسان سأل سؤال مضحك، يقول وزارة الداخلية شنو شغلها؟ صدق وزارة الداخلية شنو شغلها؟ يعني ما عندي إجابة عليه. أنا أعرف هي المفروض شنو تشتغل، بس حاليا بالعراق شنو شغلها؟ برنامج صوتكم انتهى. قضية اليوم كانت التجار بالبشر ومخاطرها على العراق. في أمان الله.